حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في هذه الجوله من جولات الاسواق. واليوم جولتنا في مدينه جنين داخل اسواق هذه المدينه، لنرصد واياكم مدى النشاط التجاري والحركه الشرائيه ايضا في اسواق جنين. ونحن نتواجد بهذه اللحظات داخل احد اسواق البيع البضائع المستعمله بطبيعه الحال. سناخذكم في هذه الجوله لنتحدث ايضا مع بعض التجار والمواطنين كذلك حول الاوضاع الحياتيه والمعاشية أيضا والحياة الاقتصادية في هذه المدينة. تشاهدون حركة نشطة بطبيعة الحال في هذه اللحظات داخل هذه الأسواق التي تجذب إليها العديد من المرتادين والمتسوقين أيضا، من يرغبون ويتجولون بين ثنايا هذه الأسواق لشراء البضائع المستعملة بأسعار تناسب ربما طبقات اجتماعية عديدة. طب نحاول الحديث مع بعض التجار والبائع هنا. مرحبا، يعطيك العافيه، كيف حالك، شو اخبارك؟ رب العالمين، الحمد لله. منذر، والله منذر جمال سليمان معجه. حياك الله اخ منذر. طب احنا بنسال كيف اوضاع الحياتيه والمعيشيه وكيف اوضاع السوق هنا في سوق المستعمل اسمه برابش يعني بطبيعه الحال. يعني بدك تقول انه يعني الوضع في ركود، مش زي اول، مش زي اول وضع، مش زي اول. ايوه يعني بكت البضاعه وش تيجي من اسرائيل قبل معابر ومش معابر، بس صاروا التجار ياخذوا حكه يعني دبل، فاهم علي كيف؟ مش زي اول شيء يجيبونها على المعبر مباشره، صاروا يلفوا فيها اللفات ويجوا، صاروا يطلبوا بالحمل مثلا خلينا نقول 1000 صار قدهم 2000. وزي ما تقول فيش البيع مش الحركه يعني، الناس بس على الاكل والشرب يعني، ما انت عارف كيف الوضع. بس رغم هيك انا بنشوف في حركه سوق الان، في بعض الناس بتيجي لغايه الان على هذه الاسواق. بس والله في ناس بتمرق بس مش كل بتشتري يعني، بفاصلوا بغلبوا على الفاضي. لا هون عندنا وضع يعني راكد. عندنا هون الوضع. اول بس لو سمحت عرفنا عن نفسك. عطى محمود عطى من جنين. هسه هون عندنا الوضع امبارح بقى بالصلاه على النبي، كان عرب اسرائيل يجوا. فاليوم يعني اليوم اتطلع على الوضع، ما زي اول. انا مش بالراب صار لي حوالي 15 سنه هسه هون، يعني طلع قاعدين مثل البضاعه، ما فيش حدا طلع البضاعه، طلع الناس. هسه الوضع مش زي اول يعني. مين ابرز يعني فئات المجتمع اللي بتيجي ممكن على هاي الاسواق وتشتري بضائع مستعمله؟ طبعا مش انه يعني احنا، انا بقول لك لما بيفتحوا مثلا يجوا عرب اسرائيل عندنا، بصير في حركات، بيجيبوا لنا اواد، بيشتروا منا، بياكلوا منا. يعني امبارح بقينا عايشين زي احسن من اول. يعني امبارح كانوا عرب اسرائيل، يعني هذا يطعم هذا، هذا نحمل هذا. يعني احنا اليوم هياتنا من الصبح للمغرب على العربه، شو اطلعنا؟ صلي انا قاعد بحكي. لو سمحت. شايف علي؟ احنا اليوم هياتنا على العربه من الساعه 4 الصبح. لا يعني ما كملتش 15 شيكل، انا عندي ولدين صغار. وبقول الحمد لله. هسه ما دام مش عرب اسرائيل يعني صايب. طب بالمقابل تحكي لنا شو اكثر البضاعه تباع في هذا السوق؟ يعني واضح في اصناف كثيره من اجهزه، من ملابس، من كثير امور. اكثر شيء عندنا هون ماشي يعني اكثر شيء الاكل الشرب. هسه طبعا الاجهزه طلع عليها يعني. يعني بالصوت في الوقت ياخذ له شغله عامله يشيل له كنظره، فاهم؟ يعني هذا الوضع اللي عندنا، اما زي اول ما صعب. طلع يعني كيف الناس، كيف شايف انت ملاحظ كيف الناس؟ خليني احكي الله يرضى عليك. شو بدك؟ طيب مش مشكله. طب ممكن نسالك برضه اذا سمحت، يعني تحكي لنا كاحد اللي بيشتغلوا في هذا السوق، كيف بتشوف الحركه الاقتصاديه برضه من وجهه نظرك؟ شوف انا والله جديد هون، بشتغل هون عامل مع واحد. انا صار لي 20 سنه بدي احكي معك، كله انا. لا تعال الله يسامحك. طيب شكرا على كل حال، يعطيكم العافيه، شكرا جزيلا. طيب يعطيكم العافيه. طيب بنكمل معكم اذا مشاهدينا في هذه الجوله، ما زلنا في اسواق مدينة جنين وسوق البضائع المستعملة هنا في مدينة جنين. وكما تشاهدون يعني هنا حركة نشطة، لكن رغم ذلك يقول التاجر الذي تقيناه قبل قليل أن هذه الحركة ربما هي حركة فقط متسوقين دون مردود اقتصادي ودون حركة بيع وشراء. على كل حال يعني هذه الجولة مستمرة معكم مشاهدينا في أسواق جنين، وكما ذكرنا نحن في سوق المستعملة. نتحدث أيضا مع أحد التجار هنا. مرحبا، يعطيك العافية، كيف الحال، شو أخبارك؟ عبد الرحيم محمد.
طب اخ عبد الرحيم، برضه واضح حضرتك صاحب محل هون او بتبيع في سوق المستعمل، تحكي لنا كيف بيمشي معكم السوق حاليا وكيف يعني بشكل عام يعني ابرز البضائع اللي بتبيعوها ايضا؟ اغلبها مستعمل يا اخوي، بس والله ما في شيء، لنا شهرين دمرنا، ما ظلش غير نقف باب الجامع نشحد، فش وين نروح؟ واسرائيل منقدرش نروح نشتغل جوا، كيف بدنا ندبر حالنا؟ فش هاي عينك شايف، اطلع البضاعة حالها، اطلع جبال. كيف بتشوف اقبال الناس على شراء هاي البضائع؟ فش من مرة الايام هاي، من مرة الناس ما ياكلي هوا، فش اشي مع الناس تقوله، الله من الشهر للشهر راتب وشو بدي يكفيها؟ طبعا هذا مصدر رزقهم الوحيد، خلينا نقول اللي بيشتغلوا في هذا السوق الوحيد، مصدر رزقنا الوحيد، وهي ينقطع إن ثلاث أربعة أشهر لورا، هاي أجارات محلات بدهم إياهن أصحابنا، يصيرنا منا نسلمهم، فش لأنه ما فيش دخل، كله بده يروح، ما ظلش غير نروح على الدور. طب شكرا جزيلا لحضرتك ويعطيك العافية. طب ما زلنا إذا معكم مشاهدينا مستمرون في هذه الجولة، يعني أصناف عديدة وبضائع عديدة تباع في هذه الأسواق وفي هذا السوق تحديدا، من البضائع المستعملة، من الملابس، من الأحذية، من كذلك العديد من الأجهزة الكهربائية أيضا تباع في هذا السوق. يعني من الواضح أيضا هذا السوق حاله كحال الأسواق الأخرى، التجار ومن يبيع في هذا السوق أيضا هم كذلك يشتكون تضررهم من جراء جائحة كورونا والإجراءات وما فرضته من إجراءات وما فرضته من حالة اقتصادية صعبة ما زال يعاني منها الكثير من فئات المجتمع. طب دعونا نتحدث ايضا مع احد التجار هنا ايضا واحد من يعملون في هذا السوق. مرحبا حاج، يعطيك العافيه، ممكن تعرفنا عليك؟ ابو سامر. عم ابو سامر بتشتغل حضرتك في هذا السوق او جاي تشتري؟ والله هيك جاي زياره. طب تحكي لنا اذا جاي زياره شو اكثر شيء بيجذبك في هذا السوق حتى تيجي تزور هنا؟ بتفرج على الاسواق رايحين جايين، بتفرج عليهم يعني من نابلس، حياك الله. كيف بتشوف سوق المستعمل في جنين؟ هل في اختلاف عنه في عن السوق المستعمل الموجود في نابلس؟ تقريبا زي نابلس، زي نابلس. باجي هيك الزياره كل وين وين باجي الزياره، بقعد عند ابو دياب هون تعرف عليه. الله يحييك، شكرا جزيلا لحضرتك ويعطيك العافيه. طب نتابع معكم مشاهدينا اذا. إذا كما تشاهدون يعني حركة نشطة في هذا السوق، وهناك من يأتي كما ذكرنا ويبحث عن ربما ما يريد من بعض البضائع المعروضة هنا بأشكال وبأصناف شتى. البعض يرتاد هذه الأسواق بشكل مستمر يعني بشكل دوري، يبحث عن بضائع معينة. مرحبا حاج، يعطيك العافية. طب شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. مرحبا، يعطيك العافية، ممكن نتعرف عليك؟ أنور أبو محمد اليمون. حياك الله أخ أنور، يعني حضرتك بتشتغل يبدو في هذا السوق، تحكي لنا صحيح كيف بتشوف الحركة التجارية هون في السوق وحركة البيع والشراء تحديدا؟ يعني والله بدك تيجي للحركة بشكل عام انهميتة من يوم ما طلعوا شغلة الكورونا ومش كورونا، هاي الوضع كله مات. يعني أنا زي حكيت عدم مؤاخذة إسكافي بصلح أحدي من حوالي 15 سنة بالسوق هذا والمطرح هذا، لا في شغل ولا في خراب بيت. أما بالنسبة للسوق الشعبي هنا
تقدر تقول اللي بيوردوا هون واللي بيجي هون الناس البسطين، الناس اللي حالتهم على قدهم زي هيك. طب كسكافي وكما ذكرت حضرتك بتصلح الاحذيه، هل بتشوف هذه المهنه حاليا ما زال في إلها ناس رواد بيجوا ممكن على الشخص المسؤول عن هذه المهنه او من يحترف هذه المهنه لاصلاح احذيتهم او كما كان الوضع سابقا او في اختلاف صار حاليا؟ طلع انا بالنسبه لشغلتي انا ما بنكاس عليها بالنسبه للشغل المهنه الثانيه، يعني كصاحب محل او ببيع احذيه او ملابس او شغله زي هيك. انا شغلتي انا هنا يعني اقول لك تقدر تقول تغير علي شيء بسيط يعني الوضع، اما بالنسبه للشغل هنا عشان اسكافي وبصلح ندمى الواحد يشتري الحذاء 100 150 شيكل 100 شيكل بقول لك ندمى ازته او ارميه بخيطه ب 10 شيكل والحمد لله رب العالمين. الوضع عندي بالنسبه انا لي يعني ماشي وضعه، اما بالنسبه للمحلات التجاريه ولهالناس اللي هون كلياتها على الله زي هيك، واللي عنده محلات واللي عنده شغله عامله زي هيك يا دوب يا دوب اقول لك يطلع سنويه المحل بسنتين حتى لا في حرج ولا في خراب بيت. وبالنسبه للعرب الداخل لعدم المؤاخذه باكو زمان يجوا والوضع ما شاء الله متحرج والكل اقول لك الكل مستفيد والكل ما شاء الله يعني اقول لك الواحد انا زي شهاده 400 500 شيكل كنت اطلع اليوم يعني اقول لك صار 400 شيكل شوف بيد الواحد هجني ما في لا في شغل ولا في مصاري ولا في شيء والله الشغل خف عند الكل يا اخوي الله يرضى عليك. الله المستعان. على كل حال نحكي برضه مع ناس ثانيين هون تحكي لنا برضه وجهه نظرك كيف بتشوف برضه الحياه الاقتصاديه عموما في جنين وفي هذا السوق تحديدا. يعني الوضع خفيف جدا شايف، انا يعني بياع دخان شايف، لكن لما يجي عرب الداخل نبيع ونتسبب يعني اكثر زبائننا من جوا شايف. اليوم الوضع بسيط جدا هذا اللي بقدر اقول لك اياه. كانوا موعدين اليوم يفتحوا المعبر ما فتحوش يعني ليش بوعد كاذب، الناس عايشة حالها كف اللي صار كل فتره بيطلعوا لنا بكل ب 15 شهر يعني طلع جنين لف عليها ما فيش فيها حدا. احنا جنين اولا اخيرا من سنين اعتماد الاول والاخير على معبر الجلمي. احنا بنتامل وبنطالب من المسؤولين انهم يفتحوا لنا المعبر على اساس يغير الوضع الكل بيعيش. يعني جنين بتحزن، جنين حزينه. تحكي لنا حضرتك ايش مجال شغلك؟ ايش بتعمل؟ انا بشتغل بالخضره، تاجر خضره، دوالي، عكوب، هيك شغلات، يعني الحمد لله والاعتماد الاول والاخير على الله طبعا، ثانيا على عرب الداخل. واحنا الحمد لله معامله منيحه بنعاملهم، ما بنقصر بحدا ولسان حلو، ونتامل من الله يصدقوا معانا. يعني هسه اجوا عندي جماعه من الناصري قالوا لي والله يا ابو هبه ساعتين توصلنا جنين، هي هالناصري خمس دقائق ربع ساعه بتكون بجنين، تلفوا عن جباره والله بيعلم ومعاناه. يعني لما المواطن تاع 48 بلاك في معاناه بيستطيع ببطل يجي. احنا بنتامل من المسؤولين ان شاء الله انهم يحلوا الوضع وتمشي الامور ان شاء الله وتتحلحل الوضع ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك. تمام شكرا جزيلا ويعطيكم العافيه. طيب يعني كما يقول التجار هنا او اصحاب المحال ومن يبيعون هنا ايضا يعني اعتماد جنين على بنسبه كبيره على حركه تجاريه هي من ياتون للاسواق والمتسوقين القادمين من الاراضي المحتله عام 48، وهذا الوضع طبعا شبيه بمدن اخرى تعتمد على حركه المتسوقين القادمين من الداخل. بكل الاحوال مشاهدينا يعني نحن الان ما زلنا نتجول بكم في هذه الجوله وقد خرجنا فعليا للتو من الاسواق من سوق البضائع المستعمله، والان نحن بمحاذاه سوق الحسبه حيث تباع هنا الخضار والفواكه ايضا. نحاول ايضا ان نختم جولتنا هنا والحديث مع بعض التجار كذلك نستطلع كذلك حال تجار الخضار والفواكه ايضا في جنين هذه الايام وفي هذا اليوم تحديدا. طب نحاول التحدث مشاهدينا مع احد التجار والباعة هنا. مرحبا يعطيك العافيه حبيبي. كيف الحال؟ ممكن تعرف عليك لو سمحت؟ محمود السيريسي. طب سيد محمود يعني حضرتك واضح بتبيع خضار وفواكه هون، تحكي لنا كيف تمشي حركه البيع والشراء معكم اليوم في جنين في السوق هون في سوق الحسبه المركزيه او سوق الخضار الاساسي هون؟ الله اذا بتعافيني من السؤال بكون افضل. طيب شكرا لحضرتك يعطيك العافيه.
طب نحاول التحدث إذن مشاهدينا مع بائع آخر متجول هنا على أحد العربات أيضا. مرحبا حاج، يعطيك العافية. كيف الحال؟ ممكن نتعرف عليك؟ جمال أبو الهيجة. طب سيد جمال أبو الهيجة، حضرتك واضح بائع بتبيع خضار حاليا. نعم. تحكينا كيف بيمشي معكم موضوع بيع الخضار والفواكه اليوم في جنين؟ والله بالنسبة للبيع فيش بيع، خفيف جدا، كثير كثير يعني خفيف. والله يعني مأساة، والله مأساة. السبب وراء ذلك رغم انه يعني في تدني احيانا بيكون في اسعار الخضار اكثرية الشباب عاطلين عن العمل، شايف؟ والكل بينزل ببسط بيع خضره، يعني بقول لك اطلع 10 شيكل 20 شيكل اطلع حق الدخانات كفايه، شايف؟ يعني البياعين كثر كثير كثير. هذا السبب الرئيسي يعني. طبعا مشتري ما فيش، عندك خضار، الكره فيها خضار، حتى فيها صيدليات، شايف؟ يعني في اكتفاء عند الناس، ولهذا السبب يعني السوق مش منيح بالمرة. اي نعم. شكرا جزيلا لحضرتك سيد جمال ابو الهيجة، احد الباعة المتجولين طبعا في هذا السوق، سوق الخضار والفواكه. اذا ونحن طبعا مشاهدين مع ساعات ظهيرة هذا اليوم، هناك حركة يعني كما نشاهدها نحن على الاقل من وجهة نظرنا هي حركة نشطة، لكن بالنسبة للتجار هم يعني يرقبون هذه الحركة ويرون انها، البعض منهم طبعا يرى انها حركه فقط شكليه لا مردود اقتصادي من ورائها. بكل الاحوال مشاهدينا يعني الشكوى التجار والباعه ما تزال كما هي منذ شهور، يشتكون من تدني الحركه الشرائيه وتدني الارباح الاقتصاديه المجنيه جراء جائحه كورونا وتاثر الاسواق الفلسطينيه من هذا الامر، لا سيما مدن مثل مدينه جنين تعتمد بشكل اساسي وكبير جدا على حركة أسواقها من الحركة الشرائية القادمة والمتسوقين القادمين من الأراضي المحتلة عام 48، ومع إغلاق تلك الحواجز يصبح دخول أولئك المتسوقين صعبا للغاية، لذلك ينعكس ذلك سلبا على الحركة التجارية في هذه الأسواق. على كل حال إلى هنا نكون قد وصلنا بكم لختام هذه الجولة من جولات الأسواق، على أمل اللقاء بكم في جولات أخرى. نشكر لكم طيب المتابعة.